مع الزعتر رح نحتاج لواحد كوب زعتر أخضر، واحد كوب جرجير، واحد كوب خس، جبنة حلوم من المها، معلقة صغيرة زبدة، معلقة صغيرة زيت شعبان، وواحد كوب بندورة كرزية، واثنين حبة خيار مقطع. وكمان رح نحتاج لنص كوب رمان حب، ونص كوب حلقات زيتون أسود، ربع كوب زيت زيتون، ربع كوب خل بلسمك، ربع كوب عصير ليمون، معلقة كبيرة عسل، ثم وزعتر، فلفل أسود من الكسيح. يعني ما بتكمل سفرتنا من غير طبق السلطة، ودائما بنحب انه نعطيكم افكار جديدة، يعني بدل خيار وبندورة خلص لا، احنا ماخذين فكرة عن السلطة انها بس خيار وبندورة، لا لازم الواحد يعني كثير افكار ثانية، نقدر نضيف عليها مصدر من البروتين كمان زي ما احنا عاملين اليوم اللي احنا ضايفين عليها الجبنة. طيب انا هلا هاي بدها كان شوية شوي، اللي هي طبعا اختياري اذا حدا بحب انه يشوي الجبنة. الجبنة او انه يتركها زي ما هي زي ما بتحبوا. اوكي انت بدك تشوي لنا اياها. انا رح اشويها شوي. اوكي اوكي. هلا انا استعملت جبنه المها هون عندنا برضه، رح اورجيكي كيف بدنا نقطع هذا انا. هلا هي اهم شيء عندكم انها لازم تكون ناشفه، وهي أوكي. جبنه المها انا عاجبني انها هي ناشفه. هيها حلو، رح نشوف اذا فيها مي او شيء، بس هي ما فيها. هلا السلطه رح ابدا معاكم بالدريسنج اللي رح نعملها. في عندي زيت زيتون الصلصة تبعتها، وراح احط عليهم عصير الليمون. اوكي، وراح احط عليهم خل البلسمك عشان انمار كثير بحب خل البلسمك. دايما مع كل شيء زاكي خل البلسمك، زاكي ومع الجبنه كمان عن جد بالبقى. زاكي. طيب، وراح نحط طبعا لانهم كثير حامضين راح يكونوا، فراح نحط العسل. اي عسل. اوكي، لا بس وراح تكون راح تكون عندنا كمان رح نحط شوية زعتر وشوية سماق. هي نزل العسل كله، ما بدنا نضيع ولا نقطة عسل. ولا أنا هلأ العسل عم بكتر من أكله كمان هلأ عشان المناعة. عشان المناعة. وكمان اللي واحد يدير باله على حاله يكون مسؤول كمان عن 100%. وبدنا نحاول كمان ندخل الزنجبيل كثير، الكركم مزبوط. مع الفلفل الاسود نحاول انه ندخلهم. التومه كمان كثير بتقوي المناعه. صح مزبوط. حتى لو كركم، التومه، الزنجبيل زي ما قلتي هلا، العسل، هدول كلياتهم اشياء بتقوي المناعه، فبدنا نحاول انه ندخلهم. طبعا دائما نحاول انه نعطي خضار وفواكه خصوصا للاطفال لحتى نقوي لهم المناعه، لانه بيثمرهم. هو انا هذا اللي بقوله، يعني هو الواحد هلا بهذا الوقت اصلا وقت شتاء، يعني دائما الواحد بيعرف كل الامراض هي جو الامراض مزبوط. وبعدين الواحد بيفرق من شخص للثاني ايش هي الاعراض، كيف قدي قوه المرضى على اساس مناعته. صح مزبوط. فكل ما حفظنا على مناعه اقوى، وكل ما قوينا جهاز المناعه، كل ما قدرنا انه نقاوم وقدرنا انه نحارب كل هاي الامراض والفيروسات اللي عم تنتشر. طيب هلا رح احط عليها فلفل اسود. انا ما رح احط كثير ملح لانها تذكروا انه الجبنه مالحه، فيا دوبها نقطة ملح، ما رح أكثر، ورح أحركهم منيح. أوكي أوكي، وهي رح نحط عليهم رشة الزعتر. أها، والجبنة بس ما تنسيها. والجبنة ما رح ننساها. ورشة السماق هيهم هيك، لأنه السماق والزعتر بيلبقوا الصراحة كثير. أوكي، رح نحطهم على الخلطة اللي عندي هون، حسستهم كتار. انا عم بستنى اشوف انا بايدي الانضاف رح احركها النهائي للسلطه. لانه الشيف دائما بتعمل لنا هيك، هلا احنا السلطه شكله غريب. مزبوط صح. ايها هيك بكون ضمنت انه الخضار اللي عندي اخذوه من طعمه السلطه. مزبوط، رح انزلها هون. اوكي اوكي، ورح ابدا ازينها بالاشياء اللي عندي. بس اهم شيء الجبنات ما تنسيهم. لا الجبنات ما رح ننساهم، معكي حق، لانه بدت بدها لانه ما بدها بكثير وقت. ايوه صح. بس شوفي ماسكاها جبنه المها، يعني انا بالنسبه لي هاي فطور بسرعه بسرعه، هاي عندي يعني بفطر الصبح هيك عليها وخلص ماسكاها 100%. انا حطيت لها نقطه زبده عشان بحب معاها طعمه الزبده كمان. هي اليوم كثير انا عن يعني دسمت لك اشياء دسمه، حطينا كريمه. مشكله هلا في عندي هذا نوع الزعتر، لانه احنا كاتبين انه في عندنا زعتر. اوكي، فهلا انا الزعتر اللي رح استعمله اليوم هذا اللي لقيته عند المحل الخضار. كان بدي احط عليها زعتر بلدي. اوكي، بس ما لقيت، ما كان لسه جاي، بس هذا الزعتر كمان كثير طيب، بنصحكم انكم تجربوه. كل الزعتر الاوريجانو، الثايم، كلهم زاكيين. كله هاي خلاص رح نطفيها. اوكي، رح نحط البندوره الكرزيه والرمان. هلا كمان والرمان. موسم الرمان هو يعني بيعطي هيك شويه حموضه، وكمان بيستغل كل الفوائد اللي فيها. بالضبط
بقول يعني عن جد هيك بكون الاشي سبحان الله نازل بالوقت اللي عن جد انه في فايدة بكون. طيب ونحط الرمان ونحط عليهم الجبنة المقلية. بتعرفي كمان هون هلأ عشان شفت الجوز اللي بالكوكيز بتشهي، نقدر كمان نحط عليها جوز، وبنقدر نحط جوز يا ريتنا ما حطينا كل الجوزات على الهاي. يلا مش مشكلة. شوفي احلى شكلها طالع عن جد عن جد انها بتشهي. يعني هيك هاي بتقدروا تعتبروها يعني تقريبا وجبة عشاء او وجبة فطور كاملة لانها فيها بروتين وفيها خضار وفيها من بناخذ كمان الدهون الصحية من الزيت اللي احنا حطيناه زيت الزيتون من الزيتون كمان الحب، فيعني بنقدر نعتبرها انها هي وجبة كاملة زي ما قلنا. بنقدر انه نضيف عليها كمان الجوز لحتى نضيف شوي كمان من المكسرات النية عليها لحتى نستفيد من كل الفوائد تبعتها. انا رح احط هدول عشان حرام صح؟ طبعا ما رح يروحوا كله هون بياكل كله بيستنى خلص صح.